طيب اجا مساعدات لبنان ومن بينهم يعني الطحين العراقي كمان يعني عم بضعونا يا جوا الطحين العراقي فرجيك عليه بالغيريه لا نحن والواشر هي عنا عم يعطونا اياه عم يعطونا اياه الطحين العراقي فرجيك على تصوري موجود بوف جيب لك زيها يا تقول لك قل له اعطيني كيس عراقي فاضي كيس عراقي فاضي الحين هلا موقف انت رح نشوف يعني كيف عم ببيعوكم الطحين العراقي بيع بيعطوا للمطاحن المطاحن بتعطينا اياه شو بيعملوا؟ بيعطوا للمطاحن المطاحن بتعطينا اياه هلا بتشوف هذا الشعب جاي من جاي للفران هي اقري مثل ما عم نشوف جمهورية العراق العلم أيضا مساعدات عم تنباع هدية الشعب العراقي إلى الشعب اللبناني عم ينباع طحين العراقي للأسف يعني إذا يعني حاج شو بتناشد اليوم يعني بعد اللي شفناه شو بتقول؟ بناشد المسؤولين حرام هذا الشيء كله حرام يعني أنا ضميريا عندي حرام لأن الشعب بحاجة بقول لك قد فرنجي قد ربط العربي هي بيحملها هيك أبو زينة بده أخبار ما في بده ياكل ما عم يشتغل في عالم ما عم تشتغل ها في مؤسسات بتيجي بتوزع خبز للعالم ها مؤسس آه والله والله عم اقول لك والله صدق هذا بياخذ 200 رطب وزع بروح على البيوت وزع هذا بياخذ 200 رطب دليل قد ايه الوضع الاقتصادي اليوم صعب كتير صعب كثير صعب شو بدك صعب بالاخص بالفران مع انها هي ارخص سلعه بس هي السلعه اليوميه هيدي اللي بدها الشعب بيستعملها هيدي الشعب بيستعملها لاولاده لو طعمين حبه زيتون فيها لو الزيتون صار غالي ها جبنه غالية شو بده يحط له زعتر غالي طعم يقطع خبز حاف شكرا لك حاج شكرا كثير يعني مثل ما عم نشوف اذا يعني بعد قرار وزارة الاقتصاد والتجارة نعم بالكاميرا خلينا نشوف خصوص بالكاميرا عم نشوف ايضا بالكاميرا طحين العراقي يعني كيف عم ينباع للافران وهو هدية ومساعدة للشعب اللبناني عم ينباع بدل ما يكون عم يتوزع على الفقراء والمحتاجين بهذا الوضع الصعب يلي عم يمرق فيه كل الشعب اللبناني اذا يعني شاهدنا احد يعني فضيحة فعلا انه كيف المساعدات عم تنباع واحداها الطحين العراقي يلي عم ينباع ايضا للافران بالوقت يلي لازم يكون عم يتوزع على الفقراء والمحتاجين ولا على كل المواطنين اللبنانيين يلي عم يمرقوا بظروف صعبة وبوضع اقتصادي صعب